طيب اليوم ان شاء الله هنحكي او شو اللي قايلنا يعني احنا عشان نشتغل عليه بقى نحكي في الربر او الرابنج بموضوع الدمج تمام وبعدين هنحكي في موضوع التصفير تمام طيب موضوع التصفير هياخذ منا وقت شوية لانه في تفاصيل كثيرة ما اتفقتش معك مشروع ما قلتش مشروع قلت جربها وبتقول لي النتيجة بعدين ممكن نطور موضوع المشروع نحكي بعد المحاضرة عشان نخلص معانا انتو معانا يا عمر انت سامع الكلام طب قول لي شو فيش طب بساعدك طيب الزبده ان شاء الله تبعت الموضوع هشرح لكم اياها حيوكم من لافه يعني هعطيكم خبره اربع خمس سنوات في الموضوع هذا موضوع التشفير موضوع الاتروجان كيف تبدا كيف تشتغل وين التوجه اليوم في الموضوع يعني هعطيك الهيستوري هقول لك الناس كيف اشتغلوا هقول لك في النهايه اليوم وين التوجه هاي تمام طيب هناخد الرابع الاول لما نبدا في موضوع التشفير هبدا احكي في التفاصيل هذه هتشوف طيب تمام في عندنا اول اداه حكيت لك والله ما راح يضل معك وقت مستحيل يضل شوف موضوع الرابنج يعني خلينا نقول انه مرتبط ارتباط لطيف في موضوع في الستوري تبعك لانه في النهايه انا محتاج انه انا اعمل لما اجي اعمل الترجام في النهايه محتاج انه انا ادمجه تمام وموضوع الدمج من المواضيع الشائكه في هذا العالم مواضيع شائكه جدا واللي قد لا تجد لها حلول تمام ما فيش لها حلول لانه خلينا اقول بمجرد ما انت تعمل السيرفر او الاتروجان كويس حتى لو استطعت طبعا هذا بعد جهد جهيد وعمر مديد انه انت تقدر تشفره تمام وتشفره يعني تطلعه كلين في النهايه بمجرد ما انه يندمج على طول بالمساء لان الفانكشن تبعت الدمج هيك بالتالي لو في وقت لو اشرح لكم اياها كيف بصير الدمج كويس خلينا موضوع طويل بفوت في موضوع اكثر من قصه anyway هلقيت الدمج فبالتالي مكشوف فانت البرامج تبعت الدمج الموجوده اللي هتلاقوها على النت هذه تاكد تماما انه هي اساسا لو انت طلعته لو كان عندك مثلا تروجان او سيرفر مثلا ممسوك من 5 واستخدمت اي اداه دمج موجوده على النت حيصير 30 يعني حينكسب بزياده بعد ما انت تدمجه ليش؟ لأنه هذه أدوات الدمج الموجودة مستهلكة. طيب فكرة الدمج يا أستاذ من وين جاية؟ شوفوا بدي أقول شغلة. الدمج باستخدام البرامج الجاهزة هذه أو البرامج المدفوعة أو الفري يعني أو المدفوعة البرامج هذه مبني على فكرة على أكثر من فكرة. الفكرة الأولى بكون مبني عليها موضوع الضغط. يعني أنا ممكن أجيب برنامج تمام بس هدفه إن هو يضغط لي إياه. لقيت لما يضغطوا هو بيضغط التنين في بعض الرابع الاتروجان مع هذا في بكون تكنيك للضغط في الموضوع تمام ف ممكن انه هو ايش يتجاوز الاتروجان الجزئيه الثانيه في الموضوع هذا يعني ممكن انه يعني هذه فكرة من الأفكار إنه أنت عملياً ما تضغطهش
يعني تحطه تحت بعض، بتقول للكمبيوتر امشي في الاول على الستارت بوينت في البدايه، اول اشتغل الاول البرنامج الاول، بعدين بتروح بتشغل ايش الثاني. هي عمليا هيك بتصير القصه. لما انا بدي اشتغل شغل بروفيشنال طبعا هذا حقول لكم اياه الكلام، هذا حنحكي فيه في التفاصيل، معناته انا بدي اجي اعمل برنامج بايندر بايدي، انا اللي اعمل البايندر فكرته تمام، كيف انا بدي اشتغله. هذه جزئيات بدها شغل، يعني بدها شغل احتراف يعني تمام، في موضوع الكودينج وانت تعمل برنامج بايندر. هنحكي في الموضوع هذا ان شاء الله. طيب اليوم انا حاطيكم بس يعني اكم من شغله موجوده على هذا، موجوده على الويندوز، اكم من برنامج بغض النظر عنه مكشوف ولا مش مكشوف. الان انا حاطيك العلم الموجود وبعدين اعمل لك ارشادات اقول لك وين تروح بعد ما تخلص. يعني اول ما نبدا موضوع التشفير حقول لك انا بالضبط ايش الاوبتيمال سوليوشن، ايش الناس اشتغلت وين هلقيت هي متجهه. اسمعني للاخر هتفهم كل شيء، بس اللي اشتغل مش فاهم اقول لي مش فاهم. تمام، المحاضره هذه المحاضره الجايه ان شاء الله هتكون فاهم كل شيء، تفاصيل التفاصيل ان شاء الله تمام. طيب في بعض البرنامج، هذا برنامج من البرامج اللي اشتغلت كويس اللي هو اسمه ادفانس فايل جوينر، موجود في السلايد يعني. تمام، بس في الاول بدي اروح انا ايش اوقف اعمل له ديسيبل للأباط، شغل هذا الديفندر. هيجي يقول لي في شغلة مهمة، شوفوا لما تستخدموا ديفندر دائما تطلع على آخر فيرجن، لأنه الفيرجن بتكون أقدم بتكون مستهلكة، بتكون خلص يعني بدأت تنتشر. فبروح نفس اللي عاملين الإصدار هذا البرنامج، بروح بعمل إصدار جديد منه بتكون عمليا أفضل من الموجود، فدائما أنت استخدم الأفضل. الآن أنا إيش بدي أعمل؟ بدي أعمل سيلكت أقول له اشتغل. الكود هذيك مش بدي اياها. لقيت من الكود يعني. بدي انزل كلها على الخدمة. تمام، هاي هذا الرابع كله هيتو. نفتر الشبكات معك. صح وراي. هل؟ شو مش 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 شو هذه البقره انا اصلحها مش فاهم. لا صديق بعملش. طيب هاي البرنامج هذا في اكثر من برنامج، خذوا لي بس البرنامج الاول، هاي مرفوع رفعت لكم اياه. شوفوا من التسميه هذا عشان انا في عندي 100 واحد اسمه احمد. ميت رقم اسمه احمد يا محترم. كمان شوية. طيب هروح على الامجرات هجيب برنامج الايش؟ بس ننزل يا استاذ شوية. ايش؟ بس ننزل شوية. طب خليني انا انزله وافرجيكم كيف وانتم بتطبقوا. لا بنطبق مع بعض. روح حتى خلص هيك. قلت لك نعرضن بالكامل.
خلص شطب. مالك إن شاء الله. ما راس ماهر. حلق الجهاز. شغلوه على الفيسبوك ما تشغلوش على ال هو عشان هيك بقى في النهايه على ايش ايش؟ ايش التليجرام على الجهاز هذا؟ على الموديل خذ على لا لا ما هو حقيقة مش حق مش جوا جوا مش حتقدر تجاوبها. لا انت ممكن تاخده. طيب اسمعني انت نازله وبعدين بتنقله جوا الفيكشر بالبطوش. لا 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 عم تفكش الضغط تبعه تفكه جوا الفيرتشوال. لا انا باكل الصبايا شو هو اخر شيء. يلا اللي بده يشتغل هات الفجر عشان بده يستنى قاعدين ساكتين انتوا والباقي وانت ليش ساكت قاعد طب روح يلا روح يلا فارس راس اصبر شويه اخر المحاضره خلينا نخلص القعدة هذه مش حلوة يا شباب والله مش حلوة يعني مش حلوة مش حدا من برا هيك يطلع علينا هيك بعدين بدكم انتوا بدكم ساعتين والله بدكم وقت ايش هو خذ يا حسام ايش اللي شاغل بالك يا عمر جاتنا اخبار بدكم تشتغلوا مشاريع جوا المحاضره تكونوا اوت اوف لا لا يا ابو خالد ابو خالد تسحب فرجان انت جاهز مجيب كلام ولا لا؟ كل المشاريع في المحاضرة خارج ال هيك متحمس طيب هاي البرنامج هاي بدي اجيب اشغل وليس بيجي الانجلات وبدي انا اطلع سيرفر تمام افتح الانجلات ومر الانجلات نزل استاذ انت الانجلات استاذ نزل لنا الانجلات والله مع الانجلات كل هذا كل هذا الطول بنفس المسافه
كويس. اخر بدي اشغله لوكال انا، تمام؟ بدي اشغله لوكال، يعني ما بدي اخذ السيرفر هذا واروح احطه على جهاز ثاني. لو بعمل هيك بدي اروح اخذ الاي بي تبع مين؟ تبع الجهاز هذا، تمام؟ تمام؟ مضبوط كلامي؟ ولا لا؟ لا، موضوع الدمج، موضوع التشفير مش حقدر احطه على سلايدات، مش لاني مش حقدر، في كلام كثير وش بدها اعطيها لمون راد بسرعة. أناس يا شيخ تمام هيك شايفين؟ طيب طيب لو انا اذا في السيرفر هذا بروح اشغله على جهاز ضحيه بدي استهدف فيه ناس ايش بحط الاي بي هذا؟ اي بي مين هذا؟ اي بي الكلاينت. الله 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 عليك، بدك تحطه على يعني اساس انه تعطيك ايش عندك كلاينت؟ هو الفيرست لا تبع التاكر لا التاكر اللي هو ايش؟ لا التاكر او ايش؟ اللي هو ايش الدايناميك؟ دي ان اس او بابليك اي بي او بشتري بابليك اي بي او بشتري في بي اس، تمام؟ طيب يبقى هان لو انا منزل النو اي بي عندي على الجهاز، طبعا منزله كويس للتيست، حاجه اروح هان اخذ النو اي بي واروح ايش؟ واعطي له اياه. طب انا بدي اشتري لوكالي للتجربه للتيست فقط. طيب ايش اسم السيرفر اللي البروسيس اللي حتشتغل؟ يبقى هي سيرفر دوت اكس اي، هي بيلد وين نخليه مكانه؟ وهذا بدنا نشيله وهذا بدنا نشيله وهي بدنا نكتب له سيرفر. خلص هاي سيرفر دوت اكس هاي سيرفر، تمام؟ طيب حاجة أشغل السيرفر اللي هو طلع حان عشان أستقبل التبليغ أشوف إيش البرنامج تبعي شغال ولا مش شغال. في قاعدة هان لازم بعد كل دمج ولازم بعد كل تشفيرة أروح أجرب الإيش؟ الهيدروجين، لأنه بعد العملية هذه في احتمال كبير انه ينعطل، يعني يصير في مشكلة. نعم تمام، فلازم نجربه بعد كل عملية، بعد كل بص لازم نجربه تشوفوا شغال صار تبليغ ولا ما صارش تبليغ. هذه من القواعد الأساسية، تمام؟ طيب هاي وجه التبليغ، هاي موجود، لازم أتأكد انه شغال، بروح على البروسيس هان بطلع هان بلاقي اسم السيرفر موجود هان، السيرفر موجود هان. طب يا أستاذ أنا ايش بدي أعرفني إذا أنت يعني ضحكت علي ورحت؟ طبعا مش انا، تمام؟ ما بعملهاش. اذا انت رحت دمجت لي برنامجين في بعض واعطيتني اياه اسم البرنامج هذا، وانت بتعطينا الدمج قاعد. طيب طيب مين مش واصل؟ مش واصل فيا؟ طيب إيه انا كمان مش واصل. انت هيك انا عاقل يعني انا عاقل شوف انا بقول لك انا اريحك انا انا بس في اللي نزلت كيف تمام هلقيت الموضوع هذا تمام الكلام اللي انا حكيته له تفسير واحد بس عشان ما حدش يفهمه ويش اللي يفهم التفسير الثاني. معنات الكلام هذا انه انت حتى بنفسك ما تفتحش، بمعنى انه انت لو اخوك بعت لك برنامج ما تفتحوش. كيف؟ بدي اوصل لك الفكره هذه. بس مش معنات الكلام هذا لان انا ممكن استغل الفرصه هذه، تمام؟ فانت ما
لا انا بنزل لكم اياه مش على عادي اللي انا بعطيك اياه، حتى لو كان ايش ما يكون يكون لو انت جبته من برا عشان تتاكد انه هو شغال 100% ولا تعمل اللي انت محتاجه انك تشغل على فيرجن ميشن فقط لا غير. وبالتالي خليني انا اكون عامل سبعه وزميلتها، انت حتبين البشر وكيف بفحص البشر اخذته من الوير ولا لا؟ فين هو ريبورت؟ حطوه عمليه يعني كل موت اليهودي لما انا يعني انا لازم الاقي ثغره موجوده في الفن بوكس علشان انا استغلها. صعب البس مدموج لازم تشتغل. لو انا لو كان البرنامج مدموج اللي انا شغلته لازم تشتغل عندي تو بروسيس. فلو انا خبير في الموضوع هذا انا عارف هذا البروسيس ايش، شغلت البرنامج اللي انا شاكك فيه اذا طلع عندي تو بروسيس المين فانكشن تبعته في كمان اكس اي طلع معناته هذا مدموج. كيف بدي افك الدمج؟ بروح بشوف البرنامج هذا اللي طلع تمام وبروح بعمل كليك يمين عليه بروح ايش بعمل اند بروسيس وبروح ايش بخلص الاند بروسيس بروح بعمل له فايل لوكيشن بروح بجيب من اللوكيشن تبعه اللي هو موجود فيه وبعزبه من هناك. كل شكل البرنامج بتعمل نفس الكلام. هيك انا عملت كل للباتش اللي اتشغل تمام وهيك انا استفدت من البرنامج المدموج. يضحط شو الباسورد شايف عمر لو انا كنت معي كل شيء انت قول عيد السؤال طب جرب عشان اسمع تعلي صوتك عشان في دوشة. لو كان لي بروسس هذا ايش؟ صار البروسس؟ استنى بدي اشوف. لأنه هو لما سجل السكريبت هو استدعى مين؟ سي ام دي. سي ام دي حيبين عندك البروسس اللي فتح. شغلت الوورد فتح السي ام دي او باور شيل. كويس؟ ببين عندك ماشي. في النهاية في النهاية في ابلكيشن بده يشغل الكوماند اللي انت حطيته. اقول لك اشتغل الكوماند نزل الداونلودر من الانترنت حطه مش بده يشغله بده يشغله ولا لا بده يشغله فحيشتغل حيظهر عندك البروسيس. في كمان شغلة حتلاحظ انه هو راح نسخ حاله راح نسخ حاله في الاب داتا راح نسخ حاله في الرومينج هيا نفس ال هيا الدومين اللي طيب هاي السيرفر شغال يا شباب هاي السيرفر هاي البروسيس تبعت ليش تبعت التروجان تبعت الاي انجلات البرنامج الرئيسي وهي ايش السيرفر اللي هو البله اللي هو التروجان اعمل كل البروسس هذه هيك خلصنا خلص عملت له كل تعال اتاكد انه معمول له كل لو رحت على التروجان هم هروح الاقي الكونكشن فصل لا والله ما سجلت لسه ما شرحتش حاجه لسه ما عملتش حاجه انا لسه انا حكيت الموضوع حكينا فيه المره الماضيه هاي السيرفر وهاي النوت باد تمام الان سنقوم بلمس ملف سيرفر مع بس ده بس هو برنامج آخر شكرا على اللي فاز معي برنامج آخر تمام ممكن يكون إكس إي ممكن يكون صورة ممكن يكون أي إشي whatever تمام إيش بدي أعمل again نشغل الإيش بدنا نسميه الباتش بدنا نشغل الباتش و
ونتأكد من إيش التبليغ. هينا إجينا هاي شغلنا البادج. وتأكدنا من التبليغ هاي إجا. طبعاً عمل كليك يمين. طبعاً أنا لو هذا من بعد أنا إيش البادج هذا ممكن يعمل لي أنا وقفنا عند. تذكروا إيش أنا بقدر أعمل على الجهاز الضحية لو أنا قدرت أمسكه. هون هو البادج تبعه. مش موجود. مش معايا خالص. طيب ارجع من اول بس عايز ترجع من كله بنت انا هعمل البورد لا ما غيرت تبع الترجع ايوه روحي هون في البلدر ايوه في البلدر هاي ادعس على البلدر ايوه حطي فوق هاي حطي هون الاي بي تبع ايش السيرفر اند ستاب على التبليغ لو نزل عليه مين بده يكون الانترات يبقى انا بدي اعمل لوكال بس لما رفض استخدمناه مش لوكال للتست اعمليها للتست لوكال ممكن تنقلي على جهاز ثاني وتجرب بالضبط هناخد ان شاء الله هناخد على لينكس الدمج على لينكس الادوات تبعها تمام انا هل ايش بقدر اعمل في الباب طبعا بعد ما اضغط عليه الان طلع لي بيلد طلع لك بيلد حيروح وين انت الانجران تمام هاي في هان في ملف جديد طلع اعمل له بيلد اسمه سيرفر الانجران معمول باي لغه هو على الأغلب جول بس. أنت كمان بتحضر في شهر؟ طيب. البيت أنا إذا وصل التمرين وصل. كويس أنا إيش ممكن إذا أعمل إذا وصل التمرين؟ شوف كليك يمين على الجهاز الضحية. قول له مثلاً run file ممكن أشغل فايل أو أشغل سكريبت عليه. ممكن اجي اعمل ايش مانج ايه ريموت ديسكتوب اذا اجي على ريموت ديسكتوب هيجيب لي صوره لمين الديسكتوب كل اكسس هذه كاميرا على الجهاز اللي هو اللوكال طب خلاص كاميرا ها ريموت ديسكتوب ده مش حاجه ده اوكي لازم تكون مشغله اساس المعطل وش كمان بقى افتح بورد مش معي باور المهم انه صدق احنا بنحكي لو احنا كنا هذول مش هقدر اعمل شيء انا طب بس هذا موضوع ثاني هذا موضوع ثاني غير الموضوع اللي نحكي فيه عم نحكي بالديفنس انت بتحكي بجزئيه الديفنس انا ليش اخليه يشتغل اساسا طيب اوبن الشات في مقر يا جماعه الخير خليكم معنا هاي الكيلوجر لو انا شغلته على طول بسجل anyway. انا هعمل ايش اعمل له ايش سيرفر ديسكونكت طيب جبتها هاجي هان اي سيرفر هاي عند البروسيس تمام قلت له عند البروسيس حيروح هلقيت انا بدي اجي ايش اعمل حاجي اختار هاجي اختار السيرفر هذا اعمل له سيلكت بدي اعمل دمج هاليت صح؟ هاي سيلكت فايل هاي سيرفر اد فايل هات الثاني بدي ادمجه مثلا في برنامج اللي هو اسمه ايش؟ النت اسكان تمام؟ اللي اخذناه المره الماضيه ايه هذا البرنامج تذكروه هو ده مو نجيبه ما عندناش اي اوبا بس هذا رفعته ده التليجرام من البرنامج هو تمام طيب بدأت نشوف هذا هو ليش طول تمام هاي اكس اي بدأت نشوف اكس اي كويس طيب انقل على هان سيبك من هذه اعمل كومبايل فايل هان ممكن اغير الايكون ممكن اختار ايكون انا عامل مجلد اصبح المكتب اسمه ايكون حطيت فيه اكثر من ايكون تمام المنظر هاي مثلا اخترت الوورد كويس حاجي هان ايش اعمل بايند فايل
وين بدك الاكس اي حيطلع اكس اي بدي اسميه من برا هان الايكون على الديسكتوب وبدي اسميه ايش بدي اسميه بايند سيرفر تمام خلص جيت هان وين البايند فايل دوت اكس اي هاي طبعا لانه انا هان طلع هو اكس اي اي ثينك انه ايش انه انا سميته اكس اي فشيل الاكس اي هذه هتنشال عادي ليش هتنشال عادي لانه انا مش عامل اظهار لمين للاكستنشن تبعت الفايل فمش هيطلع عندي اكس اي ولا حرف امتداده من اساسيات ال اول ما بنزل ويندوز على طول بعمل ايش بروح اظهار ملفات النظام اظهار الاكستنشن عشان اعرف اي اكستنشن موجود عشان ما حدش يخدعك تمام هيك انا مخدوع لو انا ضغطت ضغطتين المفروض انه هو يشتغل مين هيشتغل البرنامج واشتغل مين الانجرات ومع الانجرات نتاكد انه هو شغال بده شويه وقت لكن هاي البروسيس هاي السيرفر هاي اجى هاي اشتغل تمام هذا البرنامج الاول ممكن تبلش عليه طيب البرنامج الثاني هاي ديسكونكت ونعمل من هون وخلص تمام ماشي طيب هذا خلصنا نعم لا لا هذا هلا دمجته هذا بده 100 بيس هذا بده تشفيره تضبط استعجلوش حنحكي بالموضوع هذا التفاصيل المحاضره الجايه ان شاء الله نحكي بموضوع التشفير لا عملت له صفيته عملت كل انا ها عملت كل البروسيس طيب البرنامج الثاني يا جماعه الخير طبعا هذا البرنامج ممكن انا اعمل فيه صوره ممكن تمشي بالصوره بتروح على البروسيس يا استاذ على البروسيس واعملها كل اعملها كل هيروح في الانجرا تمام طيب الشغله الثانيه بدي اعطيكم اياها بس هذه بتنفعش بس للاكس اي ايش هي هاي عندنا النت سكان بدي اخده واحطه هاي كوبي وبدي احطه جوا الانجرات طيب هاي التنين هذول هاي هذا وهاي هذا وروح بعملهم اد لمين للوين راب تمام بسموها الاس اف اكس كويس باجي بقول له كرييت اس اف اكس ارشيف وبعدين باجي بقى في الادفانس تمام باجي بقول له اس اف اكس اوبشن هاجي هان في السيت اب اقول له مين يشتغل قبل مين ران افتر اكستراكشن اشتغل لي النت كات النت سكان دوت اكس اي ران بيفور اكستراكشن شغل لي السيرفر اللي هو السيرفر دوت اكس اي ممكن اجي احط له الباث تبعه اذا كان موجود طيب في المود هان هايد اول باجي بقول له هايد اول اشوف الادفانس لو بدي شورت كات هان بعد بحط شورت كات اشوف هان هان في شيء هان انه ما يطلعش عندي ما يطلعش عندي انه انا قاعد بفك الضغط خلاص يشتغل بدون سريع طيب وين جال نفسه تمام حاجة اعمل اوكي تمام حاجة اعمل ايه اوكي طيب هو وين راح حطه هالمهم كده ضغطتين عليه هجيب حشاء هاي شايفين هيشغل النت سكان وشغل الباتش بس لانه هذا كان شغال ناس اطفي من اول فبعمل هو ايش خلص انا باجي بعمل كانسل ها دخلنا صندوق انا بزرع المبرق نعم
خلاص علاج فاكرين يا سماهر نصلي قبل ما نروح طبعا انت مش عارف اشغل نفس خلينا نخش في التخصص كله لغم وكله جرائم تخصص الجرائم انا بس بحب هاي البرنامج الاول وهي البرنامج الثاني في كمان اكو ارشي هذا اسم وجب اقول لك ريال حسب اكس ارشي تمام طيب حاجة أقول له هانت أدفانس حاجة أقول له أسف إكس أوبشن حدث عليها طيب حاجة أروح هانت سيت أب حاجة أقول له رن أفتر إكستراكشن اللي هو مين إسكان يعني بدي الباتش يشتغل في الأول إكس إي وكويس لو أنت أعطيته الباتش تبعه عشان ما يصيرش قصة مثلا ممكن بيشتغل في التنين يعني حتى لو ما تخش مش تمام وهي الثاني بدنا نيجي نقول له ايش شغل مين السيرفر دوت اكس تمام طيب في المود بعد بقول له هان هايد اول كم احنا بكره الشغل انا اكلمها جوال لا بس ايش في استاذ مش كيف قرر اقول ليش مش قليل استاذ هي ضايل نص ساعة والثلاثة بدون مشرح بس لا قبل ما تكونوا بدي اعصف من بدي منكم كل فلان وانا اليوم حرج علي بدي الكل يفوت على حسابه اليوم هالبيع وكنت تقيمونه في البيت في البيت في جلوب ايش يصير منطقة من قيمة وين سنة بتلاحظ الفيديو سنة فيهم الاثنين في البيت يا استاذ والله